هاي اليوم رح نكون عم نشتغل lower body، يعني رح نشتغل legs. مثل ما بتعرفوا عضلة الإجرين هي عضلة كتير كبيرة، سو بحاجة ل one session من full لهيدي العضلة. يعني فينا نشتغلها واحدة بدل ما نشغل مع ولا عضلة تانية، لأنه هي واحدة بحاجة ل full session لكتير exercises. واليوم نحن رح نكون عم نشتغل المين exercise اللي بشغلوا لنا تقريبا 90-95% من عضلة الإجرين. أكيد قبل ما نبلش بحي الله تمرينة لازم نحمي حالنا مزبوط تنحمي حالنا من الإصابة. خلينا نبلش بتحماية الظهر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا ظهري جالس، اجرائي جالسين وعم بنزل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، ليتس ستارت اول اكسرسايز. اول اكسرسايز لليوم رح يكون السكوات، اللي هي اهم اكسرسايز لتمرين الاجرين وبنفس الوقت كثير خطر. ليه؟ لانه اذا عملنا غلط تكنيك غلط بوزيشن غلط ممكن انه يعطبنا ويعملنا اصابه كثير كبيره. سو كثير مهمه انه نعمل تكنيك صح يكون الاكسرسايز صح. خلينا نشوف التكنيك كيف بيكون. اول شيء اجري بدهم يكونوا بهذا الشكل، بعدهم شوي عن بعضهم، افتحون شوي لبرا، ظهري جالس. لكل البيجنرز يحطوا كرسي وراهم لانه هيدا الشغله بتخليهم ياخذوا التكنيك صح ويتعودوا له، بعدين شوي شوي بيقدروا يشتغلوها بلاش. سو ظهري جالس، بدي اتخيل حالي عم بقعد على كرسي. 1 2 3 4 بنزل 90 degree 7 8 9 and 10. بناخد 5 second rest. سو بلشنا بأول exercise اللي هو السكوات، شغلنا 90% تقريبا من عضلات الإجرين. خلينا نروح على تاني اكسرسايز. تاني اكسرسايز لليوم رح يكون اللانجز، اللي بيكون كل إجر لوحده. رح نستعمل بهذا الاكسرسايز دمبلز. اوكي، بوزيشن اللانجز، بتحط إجر قدام إجر ورا، بوسع شوي الإجر ورا كرمال البالانس. اوكي، وعم بنزل، بدق ركبتي بالأرض بطلع. 1 2 3 4 5 6 ظهري جالس. 7 8 9 10. تاني اجر كمان، اجر قدام اجر لورا هيدا الشكل عم بنزل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 5 second rest. So عملنا squats وعملنا lunges. The lunges بتخلينا نسيب الكوادز أكثر من الهامسترينجز والجلوتس. اوكي، هلا بدنا نشتغل السومو سكواتس. السومو سكواتس اي عضله بتصيب؟ بتصيب العضله الداخليه بالفخذ، الانتيريور بارت. 2 1. اوكي، هلا سومو سكواتس بدي وسع اجري بهيدا الشكل قد ما في، ظهر جالس، دمبلز بحملوا بالنص، عم بنزل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 5 second rest. سو حسبنا هلا الكوات والعضله الداخليه بالفخذ. خلينا نشتغل هامسترينجز والجلوتس. اوكي، تصيب الهامسترينجز والجلوتس
رح نعمل لهم 2 اكسرسايز. اوكي اول اكسرسايز بده يكون بهيدي البوزيشن، بتعجي جري بهيدا الشكل، ايدي برا مع جسمي. هيدي الحركه اسمها البريدج. سو ام بوشينج بكعب اجري، بدي احس بالهامسترينجز والجلوتس شادين وبنزل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. كثير مهم هالحركه للهامسترينجز والجلوتس. بص بس اطلع لفوق بهدي ثانية، برجع بنزل وبطلع فوق مرة ثانية بهدي ثانية. اوكي. سو هي كانت أول حركة بتصيب فيها الهامسترينجز والجلوتس. خلينا نروح على ثاني حركة. ثاني حركة بدي أكون آخذ هالبوزيشن، ظهري جالس بهيدا الشكل، عم بطلع بإجري لفوق وبنزل محل ما كنت. سو 1 2 بس اطلع لفوق بفتح اجري على الاخر. 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ثاني اجر كمان ظهر جالس عم بطلع باجري لفوق بنزل. 1 2 3 بدل بطلع لفوق قد ما فيي. 4 5 6 7 8 9 and 10. اوكي سو نحن بنكون اشتغلنا كوادز ميدل هامسترينج والجلوتس، بضل في عنا كالفز او البطيت. اوكي للبطيت كمان بدي الدمبلز، بوقف بهيدا الشكل عم بطلع على الصبيعه 2 سكندز وبنزل. 1 2 3 4. اكيد فينا نعمل على الدرج او على شيء عالي تنكون عم نقدر ننزل اكثر. 6 7 8 9 and 10. اوكي سو اليوم نكون اشتغلنا lower part او legs، اشتغلنا المين ماسل، جربنا نحرك كل عضلات الاجرين. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هالسيشن، اعدوها في البيت قد ما فيكم. بلكون stay healthy stay safe، بشوفكم بالنكست سيشن. باي.